شدد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا عقب لقائه وفد النظام السوري على أن جدول أعمال المحادثات جاد وأن مسألة الانتقال السياسي أساس للمفاوضات. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا لطرد تنظيم داعش من الرقة. أفادت قيادة التحالف العربي بتحطم طائرة إماراتية من نوع ميراج فجر اليوم في اليمن بفعل عطل فني ونعت طياريها. أفادت وزارة الداخلية بإبعاد عدد من اللبنانيين من البحرين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي.